مصعب بعد إذنك ممكن بس تجيب لي الماتش عشان هو قرب يبتدي خلاص، كلها دقايق وهيبتدي الماتش بعد إذنك، يعني أنا آسف في الكلام. بقولك ايه، خليك في الفشار اللي قدامك عشان انا مش هغير القناة خالص. وبعدين بقى في الواد الرخم ده لازم اشوف له اي حل، ده حاجة مقرفة جدا والله. فضلت كده ولا هتفرج على ماتش ولا هتفرج على اي حاجة، ده حتى الملخص مش هيخليني اشوفه. ماشي يا حبيبي، هتفرج انا على الشوط الاول، بس اديني فرصه كده اتفرج على الشوط الاول، وما بين الشوطين هخليك تتفرج عادي، ما فيهاش مشكله. معاذ حبيبي، ايه اخبارك؟ ممكن اتفرج على الكمبيوتر على ماتش الاهلي والزمالك وانت تروح تتفرج مع اخوك مصعب على الكرتون؟ ممكن بعد اذنك. الكرتون ده بتاع عيال صغيره، وانا مش عيل صغير عشان اتفرج على الكرتون. بقولك ايه يا معاذ، انا تعبت جدا، استأذنك ممكن تقعدوا انتوا الاتنين على الكمبيوتر او على التلفزيون عشان اعرف اتفرج على الماتش، لاني بدأت ازهق جدا. اوكي يا ابي، نروح نادي مصعب نقعد هنا. اخيرا جت اللحظة اللي انا مستنيها، هي دي هي دي. ديربي القاهرة أو مباراة القمة هو اسم بيطلق على مباراة كرة القدم اللي تقام بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وبتعد هذه المباراة هي المباراة الأهم في مصر والأهم عربيا وأفريقيا، بل ومن أهم مباريات الديربي في العالم. وعلى حسب التصنيف بتاع موقع فوتبول ديربيز المختص في مباريات الديربي حول العالم، بيقع ديربي القاهرة في المركز الثامن وسط ديربيات العالم بتصنيف بلغ 8.4 درجة. وأقيمت أول مباراة بين الفريقين في 9 فبراير سنة 1917، وكانت مباراة ودية انتهت بفوز الأهلي 1-0، ويعد الهداف التاريخي للديربي هو عبد الكريم صقر، حيث سجل 19 هدف منها 10 للأهلي و9 للزمالك. الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك كان بنتيجة 6-0، والنتيجة دي اللي حققها الفارس الأبيض مرتين كانت الأولى في 2 يناير عام 1942 في دوري منطقة القاهرة، وسجل الأهداف عبد الرحمن فوزي وعبد الكريم صقر بواقع هدفين لكل منهما، أما الهدفين الباقيين سجلهما عمر شندي ومحمد حسن حلمي. أما المواجهة الثانية التي انتهت بهذه النتيجة كانت في 2 يونيو عام 1944 في نهائي كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء الستة محمود حافظ هاتريك ومحسن السقيمي هدفين وعبد الكريم صقر هدف. ويعتبر أكبر فوز للأهلي على الزمالك هو فوزه بنتيجة 6-1 في الدوري الممتاز في 16/5/2002، وكمان بيعتبر حسين ياسر المحمدي صاحب أسرع هدف في تاريخ لقاءات القمة، حيث سجل نجم الزمالك الهدف بعد 48 ثانية فقط من انطلاق لقاء الفريقين، وده كان في موسم 2009-2010. وبالنسبة لأرقام الأهداف، يعتبر أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك هو عبد الكريم صقر اللي سجل للناديين بقميصهما 17 هدف، منها 10 لصالح الشياطين الحمر و7 أهداف للقلعة البيضاء أو النادي الملك. وفي سنة 2000 تم اختيار النادي الأهلي نادي القرن العشرين، وقتها كان حاصل الأهلي على 2 دوري أبطال أفريقيا و4 كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس و1 بطولة الأفرو-آسيوية للأندية اللي ما اعتمدهاش الاتحاد الأفريقي أثناء اختيار النادي الأهلي. وفي نفس التوقيت نادي الزمالك كان حصل على 4 دوري أبطال أفريقيا وبطولتين السوبر الأفريقي، وكان حصل كمان على كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس وبطولتين الأفرو آسيوية للأندية اللي ما اعتمدهاش الاتحاد الأفريقي في اختياره للنادي الأهلي. وفي 2014 تم احتساب البطولات الأفرو آسيوية مرة تانية بعد إلغائها في وقت اختيار نادي القرن، وبالتالي بعد احتساب هذه البطولات يعتبر نادي الزمالك هو نادي القرن العشرين في القارة الأفريقية. واحنا النهاردة مستنيين هنشوف مين اللي هيكسب، يا ترى نادي القرن ولا نادي القرن الحقيقي؟ يلا بقى أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.